نادي الاهلي فريق كبير، اللعيب بتاعه لازم يكون لعيب كبير بتصرفاته خارج الملعب وجوه الملعب. والفرق الكبيره دايما اللي زي النادي الاهلي واللعيبه الكبيره دايما اللي زي لعيبه النادي الاهلي بتبص لقدام، بتتدارك الاخطاء، مش بقى تفتعل المشاكل والازمات. انا يعني انا بحب دايما ان انا اتكلم على النادي الاهلي، ما بحبش اتكلم على نادي تاني غير النادي الاهلي، بس يعني نقطه بس كده هعدي عليها على السريع واتكلم تاني على الماتش النهارده. يعني فوجئت بناس فرحانه زي ما تكون هي اللي كسبت ماتش السوبر وبتحاول تصدر. بقى طبعا اخبار بقى ايه، مش عايز اقول لكم اليومين ثلاثه اللي فاتوا على الكيف عايز يصدر لك ازمات ومشاكل، ولا في ازمات ولا في مشاكل، احنا معترفين باخطائنا، معترفين ان حاجه غريبه جدا حصلت ان انت تخسر بطولتين ورا بعض، ما بتحصلش غير نادرا في النادي الاهلي. ولكن خليك يا عم في حالك، خليك انت يا عم في تبرعاتك وديونك وفتح حسابات في البنوك، خليك انت في حالك ومشاكلك مع اللعيبه والقضايا. انا مش هتكلم اكتر من كده، ده حتى الاعلام بتاع الفريق المنافس بيناقش ماتشات النادي الاهلي وتوقعاتهم لماتشات لماتش الاهلي وانبي، وقبلها اسباب تتويج مش عارف طلائع الجيش بالسوبر. يا عم بص قدامك والنبي، يعني انت اصلا مش شايف قدامك، كم الازمات والمشاكل دي ربنا يكون في عونك. يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده، مش هنجيب سيره تانيك. احنا هنا في قناه الاهلي بنتكلم عن النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي احنا بنخاطبه، وفي نفس الوقت بنتكلم بلسانه.